بسم الله الرحمن الرحيم، راح نستكمل محاضرات مادة الهيدروليكس نحكي عن types of يعني الاستكمال type of branching in pipes networks. راح نحل هذا المثال اللي هو بيحكي في عنا two galvanized iron pipe، يعني في عنا بايبين من الحديد المغلفن. البايب الاول دياميتر تبعه كان 10 انش سميناه A، والبايب الثاني دياميتر تبعه كان 6 انش سميناه B. طبعا هم الموصلات بالشكل الموجود معنا، البايب A بين النقطة 1 ونقطة 2 هو موصول في جنكشن من خلال 2 elbows، يعني في عنا كوع هون وكوع هون. كان الراديوس للدياميتر يساوي 2، نسبة الراديوس للدياميتر. تذكروا حكينا الفريكشن الهيد لوس بسبب الالبو، لازم ناخذ الراديوس للدياميتر. لو هون اخذنا وعندنا البو خيلنا نصف القطر بتاع الدائرة تبعته، راح يكون مرتين الدياميتر تاع البايب نفسه. البايب كان 20 فت انش كان طول البايب بي، بينما طول البايب اي كان 12 فت. كان بشيل يحمل يعني جاري في مية مقدارها درجة حرارتها 40 فهرنهايت، طبعا مقدار المية 10 كوبيك فت كيوب بير سكند، يعني 10 متر 10 فت كيوب بير سكند اللي هي التوتال كيو الماشي في السيستم. بدي تحسب لي كيو في البايب الاول والكيو في البايب الثاني، يعني هاي احدى التيبيكال بروبلم موجودة عندنا. طبعا احنا ممكن نحسب الاريا لكل بايب لانه دياميتر معنا، بنعرف انه كيو سو في في اي في في اي، فانا اذا عرفت الاريا وعرفت الفي في اي وعرفت الفي في النقطة بي، فانا بكان اعرف الكيو في البايب اي والكيو في البايب بي. الان الاريا لو بنحسب الاريا بس حتى نسهل على حالنا، نحكي انه الاريا في النقطة يساوي باي على 4 دي تربيع باي على 4 تقسيم دي تربيع. دي تربيع اللي هو 10 انش تقسيمها على 12 لتحويل من فت لانش، 10 على 12 لكل تربيع طلع لنا تقريبا 5.45 في التربيع. الاريا تاعت البايب الاول والاريا تاعت البايب الثاني اللي هي باي على 4 في نص تربيع بصير 1 على 6 باي على 16، 2 على 2 2 على 6 6 على 12 اللي هي نص تربيع بصير ربع، فبصير عندك باي على 16 اللي بيطلع 0.196 في التربيع، لانه برضو قسمنا 12 تحويل من انش لفت. عرفنا احنا الاريا. طبعا المعلوم بالسؤال عندنا انه الفلوريت 10 فت كيوب بير سكند، 10 فت كيوب بير سكند، هاي معلومة عندي بالسؤال. طبعا هذا شو يعني؟ يعني انه الفلو مجموع الفلو في البايب الاول زائد البايب الثاني يساوي 10 فت بير سكند بير سكند تساوي كيو اي زائد كيو بي. ايضا عرفنا شغله ثانيه، احنا عندنا ممكن نكتبها يساوي الاريا في اي في البي اي، وهي تساوي اريا اي اللي هي 0.545 ضرب في اي زائد 0.196 V B. هاي هي عنا ال Q، فعنا احنا مجهولين عنا V A و V B. ايضا في عنا شغلة ثانية بنعرفها انه الهيدلوس وانه في تفريعة، فالهيدلوس في A يساوي الهيدلوس في B، لكن انا بعرف انه الهيدلوس في A الهيدلوس at A نكتبها H L عند النقطة A راح يساوي الهيد لوس
عند النقطة B، لأنه الهيد لوس في A يساوي الهيد لوس في B. لو شفنا شو الهيد لوس عندنا، احنا قلنا انه الانبوب A صراحة طوله 12 فيت، وفي عندنا ميجر لوسز اللي هي جاي من الاحتكاك، في عندنا ماينر لوسز جاي من جيت فال. فالهيد لوس ات A لو جينا نكتبها هيد لوس ات A شو تساوي؟ تساوي F في الـ A في ال البايب ضرب مضروبة في طول البايب A بالV A، ناخذها مكتوبة احنا تربيع على 2GD زائد يعني F الـ A شو تساوي؟ F الـ A تساوي F عند A بال طول البايب A بالسرعة في البايب A على 2GD، يعني الدياميتر تاع الـ A كله بناخذه بالفيت حتى نوحد الوحدات. هذا الميجر بلس عندنا الهيد لوس تاع الفالف اللي هي جاي الهيد لوس من الفالف بتساوي كي فالف الفي تربيع على 2 جي اللي هي عباره عن كي فالف في تربيع على 2 جي. الكي فالف طبعا ما بدنا نجيب الكي فالف، بنروح على الجداول بنشوف الفالفات عندي للفالف اللي عندي انا بالانبوب A كان عندي جيت فالف الكي تساوي 0.15 عندما يكون فولي اوبن. احنا ناخذ دائما الفولي اوبن، تذكروا انه الجلوب فالف الكي في له 10، احنا هسه بهمنا الجيت فالف. فبنرجع هون تساوي 0.15 الفي في الاي تربيع على 2 جي، هذا هو الهيد لوسز في الانبوب A. عندنا الميجر لوسز اللي هي اتش اف ال في تربيع الهيد لوس او اف ال في تربيع على 2 جي دي اللي هي اف ال في تربيع على 2 جي دي، السرعه في A وطول البايب A والاف لل A وال 2 جي دي والدياميتر تاع البايب A، بينما زائد الجيت فالف اللي هي 0.15 اللي 15% بالفي في A تربيع على 2 جي. نفس الشيء البايب بي شو الهيد لوس اللي فيه؟ الهيد لوس في البايب بي، هيد لوس للبايب بي عندنا في عندنا ميجر لوسز صراحه عندي بس، لكن الاف في البي وطول البايب بي والسرعه في البايب بي والدياميتر للبي، يعني والبايب بي لازم الدياميتر للبايب بي. ايش في عندي كمان؟ هذا الميجر لوسز، في عندي مانا لوسز من الجلاب فالف، وفي عندي مانا لوسز من الالبوس تو البوس، صح ولا لا؟ نشوف الجلاب فالف شو المانا لوسز. الجلاب فالف قلنا كي فالف في تربيع على تي في تربيع على 2 جي يساوي كي فالف. الكي فالف للجلاب هون بس لكن السرعه ليست ايه لبي، الكي فالف للجلاب نرجع هون الجلاب فالف بكون الكي تساوي 10. رجعنا من الجداول، انا هون عملت يعني فايل وضعت فيه بعض الجداول انا بحتاجها للكونتراكشن انلارجمنت للالبو للفالفز، يعني عشان سهوله الرجوع لها الهازن ويليامز، يعني سهوله الرجوع لها. فهي الكي بي بنعوضها محلها 10. في عندنا كمان ان ايش في عندنا الفالف، عندنا الالبو، الالبو من هون والالبو لهون، في عندنا كم البو؟ في عندنا 2، في عندنا زائد 2 البوز 2 البوز مضروبه في الكي البو، نفس الشيء في تربيع في بي تربيع على 2 جي. لكن الكي للالبو من وين بدنا نجيبها؟ بنروح على الفايل اللي انا فاتحه هون انا خزنت فيه، قلنا بيعتمد اذا كان ار على دي رادوس على دي يساوي 2 فالكي بي للالبو يساوي 0.19، فالكي بي يساوي 0.19 ضرب 0.19 ضرب في بي تربيع على 2 جي، ولكن هذول متساويات. نرجع نكتبهم حي المعادلات، اتش الهيد لوس في الاي توتال تساوي الهيد لوس في بي، نرجع نسويهم في بعض بنطلع البي 1 تربيع عامل مشترك، البي اي تربيع البي اي تربيع عامل مشترك، عندي اف اي مضروبه طولها 12 على 12 فيت
على 2GD بيطلع معك الديميتر عندي 10 انش من 12 فيت، كلهم بيحولوا للفيت، زائد 15 V2 تربيع جي تساوي ال FB. بس طلعنا ال VB تربيع، طلعنا هون شو تساوي 0.38 زائد 10. واضح يا شباب؟ لو جينا رتبنا هاي المعادلة بطلع عندي 14.4 FA زائد 15% VA تربيع يساوي FB وVB. لاحظ انه عندي معادلة عندي مجهول ال VA وال VB وال FA وال FB. وايضا انا عندي اللي بعرفه، احنا قلنا انه ال KA زائد KB يساوي 10 فوت مكعب بير سكند، يعني 0.45 VA زائد 0.19 VB تساوي 10 فيت مكعب. هلا سوينا المعادلة ايه؟ بصفة انا عندي معادلتين باربع مجاهيل. طبعا لو انا عرفت F1 او FA وعرفت FB، لو تحددت FA وحددت FB فبامكاني اعرف السرعة وبالتالي بحل المعادلة. فراح نلجأ الان للمودي دياجرام، نستعين في المودي دياجرام. احنا قلنا الكاست شو انه جلفنايزد ايرون، السؤال كان جلفنايزد ايرون بايب، رحنا على الاي للجلفنايزد ايرون بايب اللي هي الرفنس كوفيشنت هاي. الجلفنايزد ايرون هاي هي الاي بوحدة الفيت 0.0015 تلت اصفار 15، فعندي انا الاي عرفتها تلت اصفار 15، فعندي الاي على دي للبايب الاول، الاي على دي لل 10 من 12 بيطلع 83، بيطلع الاي على دي 0.06. الباب الثاني الاي على دي اللي هي 0.05، الدي ديميتر كان 6 انش من 12، يعني من 12 كل 12 انش وقدم، يعني نص فيت، بيطلع معك الجواب 0.01. بنروح على مودي دياجرام بس نسجل ارقام نتذكرهم. الاي على دي كانت في الواحد، الاي على دي 1 او للاي للبايب الاول يساوي 3 اصفار 6، للدي للبي شو كانت الثانيه 0 0 1 1 بالالف هون 3 اصفار. مروا على مودي دياجرام، هاي مودي دياجرام رجعنا له هون انا سيفته، عند البايب الاول نزغل شوي من عشان نشوف معنا تلت اصفار او 6 واحد 2 تلت اصفار هي او 6، هاي تقريبا الفلو. طبعا احنا بنفترض فول التيربلنت، لاحظ انه فول التيربلنت يعني الفلو ثابت، يعني تقريبا 0.1، يعني بتطلع لنا الاف اي سو 0.0175 اذا بدك الامان العلميه. للبايب الثاني 0.1 هون تقريبا، يعني 20 21 تقريبا 0.2، يعني 0.2 0.02 0.175. فنحن تقريبا الان بنحددهم ال F1 0.175 وال FB تساوي ال 0.2. الان بنعوض في القانون، فطلع عندي ال V1 شو تساوي، نعوضها هون، وفي عندي صار معادلتين موجودين، طلعنا اف واف. في عندي المعادلة الأولى اللي هي معادلتين في مجهولين، هاي المعادلة A وهاي المعادلة B، عندي معادلتين مجهولين فبحلهم، طلع ال V1 بصيغة ال أو ال VA بصيغة ال VB وبنحلها، بتطلع عندي ال VA بتطلع قيمتها قديش، تطلع عند الفي بي بتطلع 3.6. ممكن انا اعمل كوركشن لها واشيك عليها برينولد نمبر، اشوف رينولد نمبر قديش بيطلع معي، وبشوف مره ثانيه بعمل كوركشن للاف الجديده برجع بعوضها هون، بشوف الفي بي الفي بي قديش بتطلع. هذا انه عندي الفي بي بتطلع تقريبا 3.2 فيت بير سكند، والبي اي راح تطلع 5.2 فيت بير سكند. وهون بنكون حلينا السؤال، ويعطيكم العافيه.
نحن بنعمل اسكيب وشكرا.